وأذكر تماما أنه في اليوم الثاني حينما جاءني السفير السعودي ونقل لي تهاني جلالة الملك فهد الله يرحمه وبلغني تحياته وأنه يبارك الأوضاع الجديد ويدعو لنا بالتوفيق، ثم يطلب منا أن نرسل مندوبنا بمطالبنا. سنتقاسم الخبز مع السودان في أبريل عام 1985 في أوضاع مقاربة لما يعيشه السودان اليوم. كانت هذه كلمات الملك فهد ابن عبد العزيز رحمه الله في ظروف عانت فيها الخرطوم من نفاذ الأغذية آنذاك. هناك الملك فهد استقبلهم في نفس الأمسية ليلا، يعني مع أنه مكان لا يستقبل وفود بالليل، لكن قال إذا جاء الوفد السوداني يأتيني مباشرة. فحينما وصل إليه الوفد السوداني وشرح له أوضاع السودان وما إلى ذلك، أولا أمر ب60 مليون دولار للسودان، والأمر الثاني أمر بكميات وفيرة من البترول إلى السودان. يعني تاني يوم طوالي الأبرات بدأت تأتي وتعبي حمولتها في ميناء بورسودان وإلى داخل السودان، وفي نفس الوقت التحويل جاءنا من المملكة العربية السعودية ب60 مليون دولار، فده كان كافي لحل كافة مشاكل السودان. وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وكذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة ساهم لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق. التاريخ بالوفاء يعيد نفسه، فمحبة السودان ثابتة على مر الأزمات وعالقة في الوجدان، والأرقام خير برهان. لكن السعودية من دون الدول كلها بتكلم بطول لساني، عملت كل شيء، هي الوحيدة في دول العالم كلها. فالسعودية أول من صنعت ممراً إنساني دولي آمن، وهي أول من أرسلت بعثة طبية تطوعية، وهي أول من استضافت محادثات السلام، وهي أول من أطلقت حملات تبرعات شعبية، وهي الأولى التي قدمت 100 مليون دولار أمريكي للسودان. تقاسمنا الخبز بالأمس وسنتقاسمه اليوم وغدا، ليبقى السؤال الأهم: ما سر محبة السعوديين للسودان؟ خبري عاصم رشودي، جدة.